هلا تعريف الايجن فاليو والايجن فيكتور. ل 3 دايمنشنال ماتريكس، لو اخذنا 3 باي 3 ماتريكس لو طلعنا على 3 دايمنشنال ماتريكس ممكن افكر ب 3 دايمنشنال ماتريكس كانها هي ترانسفورميشن. وباجي بسال السؤال، هل في فيكتور له علاقة بهاي الماتريكس؟ بحيث انه اذا ضربت هاي الماتريكس بهذا الفيكتور بضل عندي نفس الفيكتور بس مضروب في كونستانت. يعني كأن السؤال اللي بسأله، هل في عندي هون لامدا مضروبة ب v1 v2 v3، اذا بدك تفكر فيها، او تفكر فيها دايمنشنال سبيس 3 دايمنشنال سبيس، وعندي هون R11 R12 R13 R21 R22 R23 R31 R32 R33 V1 V2 V3، او بنسميها X1 X2 X3. فكأني عمالي بقول الايجن فاليو، هل في فاليو بيرتبط بهاي الماتريكس لو مسكت هذا الفاليو وضربته بالفيكتور بعطيني مساوي بيكون لما عملت ترانسفورميشن على الفيكتور بهاي الماتريكس. لاحظوا هون لما اخذت الماتريكس هاي وضربتها بالفيكتور ايش طلع معي؟ طلع معي نفس الفيكتور بس بايش مضروب؟ رقم. والرقم هذا ايش ممكن يكون؟ ممكن يكون بوزيتيف او نيجاتيف بس هو رقم. يعني كاني شو عملت بالفيكتور الاصلي؟ ترانسفورم سكيلينج، تمام. ما عملت اي شيء ولا حركت اتجاه الفيكتور الاصلي، اخذت الفيكتور الاصلي اللي كان موجود هون اللي هو الايجن فيكتور، ضربت الماتريكس عملت اوبريشن من الماتريكس على الفيكتور الاصلي اللي موجود، النتيجه كانت انه طلع معي فيكتور جديد بس الفيكتور اتجاهه هو نفس الفيكتور الاصلي بس معمول له سكيلينج. يعني لو لامدا كانت 2 شو بكون الفيكتور الجديد؟ ضعف الطول. لو لامدا كانت ناقص 1 شو بكون الفيكتور؟ بعكس الاتجاه. لو كان ناقص 3 بكون بعكس الاتجاه مضروب ب 3 بس اتجاهه ما تغير، ضل نفس الفيكتور بالضبط. هل بقدر الاقي رقم؟ واضح يجي السؤال. اذا احنا صرنا نفكر بالماتريكس اللي اخذناها ايه كانها ترانسفورميشن وكانها هي صارت سكيلر، يعني كانها عملت سكيلر اوبريشن. كم عدد الفيكتورز اللي ممكن يطلع معي هيك؟ كم عدد الايجن طبعا هون الفيكتور والايجن فاليو، كل فيكتور فيه له ايجن فاليو. راح يطلع معي 3 حلول هون، راح يطلع معي لامدا 1، إذا بدك تفكر فيه في V1 بلاش استعمل هون V1، خلينا نستعمل X و Y و Z، X Y و Z، ونستعمل هون X Y و Z، وهدول نسميهم 1 1 1 1 1 1 1، وهذا 1. فبكون هذا الايجن فاليو الأول اللي مرتبط بالفيكتور الأول، أو بكون عندي نفس الإشي لامدا 2 X 2 Y 2 Z 2 مضروب بنفس الماتريكس هاي A، وبعطيني X2 Y2 Z2، ونفس الاشي عندي لامدا 3 في V3 تساوي A في X3 Y3 Z3، فيطلع معنا 3 حلول. ففي 3 حالات، في 3 فيكتورز بال 3 دايمنشنال سبيس، راح يطلع فيه 3 فيكتورز. هذول ال 3 فيكتورز كل واحد منهم مرتبط ب فاليو له. لو ضربت هذا الفاليو بالفيكتور كاني ضربت الماتريكس بالفيكتور، وربيت ضربت هذا الفاليو بفيكتور ثاني فاليو جديد بفيكتور جديد كاني ضربت الماتريكس بفيكتور. فكانه ايه صارت تعمل سكيلر اوبريشن على الفيكتور، ما بتعمله ترانسفورميشن، ما بتحركه. هذا هو تعريف الايجن فاليو والايجن فيكتور. اذا الايجن فاليو والايجن فيكتور اذا بدنا نعرفهم،
إذن الايجن فيكتور تعريفه of a matrix هو الفيكتور اللي بعمل لما بعمل operation عليه من قبل الماتريكس بعطيني نفس الفيكتور الأصلي بس scaled، والscaling هذا بيساوي قيمة الايجن فاليو. أوكي.